أسئلة جريئة يجيب عليها بكل صراحة لاعب الوكرة عمر صلاح في فقرة سينجين. شو بدي أقول؟ رح يصير يتمسخروا علينا إحنا في الأردن. الغي نصيحة. أول راتب تحصلت عليه هو نادي الوحدات كان راتبي 600 دولار. قطر. مودريتش. محمد أبو هزيم. أكثر شيء فشش الحمد لله. ألفين واثناش إشي زي هيك 2014. الوقت الحالي تقريبا 6-7 ساعات. الأمي الوالدة. الهبايل. العائلة. فش لأن جديد. الوالدة والوالد. والله اسمع أخذت شغلات كثير يعني زي سشوار. كنت رايح مكان أخذت مخدة يعني شغلات كثير بديش أحكي هسا لأنه يراجعوني فيهن بتروح علينا. يعني أخذت شغلات كثير أنا. نحن أخذت الشاشة تاعت الهاد. إحنا راح نروح فيها طبعا.